كما شاهدتوا اليوم كنعيشوا واحد العرس رياضي بامتياز، الا هو الملتقى ديال رياضه فنون الحرب اللي منظم من طرف الجمعيه ديال الالفه بدعم من مقاطعه حي الحسني، وكذلك تحت لواء الجامعه ديال الكوكسبي ديال الكيك بوكسينغ، وبالتالي مشاركه ديال مجموعه الفعاليات الرياضيه واللي كيعرف واحد الملتقى رياضي حقيقي في كيك بوكسينغ، واللي جمع وغادي يجمع كذلك اليوم وغدا ما بين ابطال على مستوى الدار البيضاء وكذلك على مستوى العصبه وعلى مستوى الوطني. وبالتالي كما لاحظتوا تنظيم جد ممتاز مميز، ومشاركه فعاله لمجموعه ديال الابطال ومجموعه ديال الفعاليات الرياضيه، وحضور وازن لمجموعه ديال الاخوه والاخوات على مستوى مجلس مقاطعه حي العسلي كاعضاء المقاطعه والبرلمانيين كذلك المنطقه ورئيس العصبه والمصاحبين له، وكيشهد كذلك مشاركه ديال الحكام الدوليين. وبالتالي ما يمكن لنا نقول هنيئا لمنطقه مقاطعه حي العسلي بهذا العرس الرياضي وهذا المنطقه الرياضيه الناجح. شكرا لك. اليوم جمعية الألفة للرياضات نظمت التظاهرة هذه بطبيعة الحال بدعم من مقاطعة الحي الحسني إطار التشجيع والتنمية الرياضية على المستوى المحلي. اليوم كيحضروا معنا أبطال المستوى الوطني، أبطال المغاربة اللي كنتمناو إن شاء الله أنهم يتوفقوا في المسيرة ديالهم ويديروا واحد المسار متميز. اليوم الجمعية هذه مشهود لها بالعمل الجاد، وحنا كما كنقول دائما أننا غنستمروا في النهج ديال المكتب المسير لمقاطعة الحي الحسني والنهج ديال السيد رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني بدعم الجمعيات الجادة من أجل التنمية الرياضية على المستوى المحلي.